بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. حلقه جديده الايمان والعصر، رؤيه جديده فعاله لدور الدين في الحياه. حلقه النهارده معوق من المعوقات المنعين من التجديد. عمالين نقول اسباب وموانع تحجب التجديد وتمنع التجديد، وكل حلقه بنقول حاجه وبنتكلمش في الحاجات الكبيره، بنتكلم في الحاجات النفسيه، طريقه تفكيرنا، حاجات في ثقافتنا تمنع ان يحصل تجديد. من اخطر الحاجات اللي تمنع التجديد انك ما تتحملش المسؤوليه. يعني ايه ما تتحملش المسؤوليه؟ يعني مش عايز تتحمل انك تشيل مسؤوليه، فعلى طول تعمل خطا رهيب في منتهى الخطوره، تدور على شماعه تحط عليها اخطائك. يعني انت زي الفل، انت ما بتعملش حاجه غلط خالص، انما البحث دايما ان غيرك يشيل الخطا، ان الظروف تشيل الخطا، ان اسباب اخرى خارجه عن ارادتك تشيل الخطا. دي مش طريقة تخلي ناس تعمل تجديد. من أخطر حاجة بنعملها حاجة اسمها المظلومية. إحنا نجيد إن إحنا نلعب دور الضحية. إحنا أنا ضحية، أنت مش ناجح ليه؟ أنا ضحية. إحنا مش عارفين نجدد ليه في وضع حياتنا ودور الدين في الحياة؟ أصل إحنا مضطهدين كمسلمين دائما وواقعين إن إحنا ضحية. وبالتالي كتير تبص تلاقي خطب جمعة وخطب في مساجد من وانا صغير وانا بسمعها، ان المؤامرة على الاسلام هي السبب في تخلف المسلمين، ان المؤامرة على الاسلام في الشرق والغرب هي اللي مؤدية الى ضياع المسلمين. وبالتالي احنا بقى علينا ايه؟ احنا معلناش حاجة، احنا ضحية، احنا ضحية مؤامرة. وانا صغير في ثانوي تقريبا كان في كتاب كده اسمه المؤامرة على الاسلام مستمرة، كنت لسه صغير. قريت الكتاب كل فصل فيه بيتكلم على دولة من دول العالم وبيتعمل ايه في المسلمين. ما كانش عندي من النضج ان انا استوعب، بس على ما وصلت للفصل العاشر كانت الفكرة اللي جوايا العالم ضد الاسلام، وبالتالي الفكرة اللي بعديها ممكن تكون ايه؟ يبقى الاسلام ضد العالم. هل ده الاسلام؟ وهل دي الحقيقة اصلا؟ بس الكتاب وصلني للقناعة دي. احنا كتير عشنا كمتدينين، وانا كنت واحد من هؤلاء، كنت بفكر كده ان احنا مش ناجحين ليه؟ مؤامرة شديدة على الاسلام، وبالتالي احنا ما فيش علينا حاجة، احنا مظلومين المظلومية، احنا ما نقدرش نتحمل المسؤولية. ليه؟ لما ترفع من علينا الظلمات اللي محطوطة علينا. فكرة خطيرة، فكرة العالم ضد الاسلام والاسلام ضد العالم، فكرة تتنافى تماما مع وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. اذكر من حوالي سنة جالي شاب تعرفت عليه، هو يعني بيألف كتب بس لسه شاب صغير، مألف كتاب اسمه ايه؟ اسم الكتاب ايه؟ الذين يؤذون النبي. فخدت الكتاب بدأت ألف في الكتاب، هو عايز مني ايه؟ عايزني اكتب المقدمة بتاعته. الكتاب كل صفحة فيه حاجة من الحاجات اللي اذوا بيها الكفار النبي صلى الله عليه وسلم. لما تبص في الكتاب وتقلبه تحس بالغل. فانا اقترحت عليه، قلت له طب ما تيجي نعمل تعديل شويه في الكتاب. قال لي ازاي يعني؟ قلت له ايه رايك بعد كل قصه ايذاء تحط تحتيها وازاي النبي تعامل معاها بتسامح ورحمه، وازاي كسب البني ادم اللي كان عدوه. فسكت كده شويه وقال لي بس كده مش هنسميه الذين يؤذون النبي. كانه مشكلته ان هو عايز الاسم ده، الاسم ده فيه صراع، واحنا ديننا مش قايم على الصراع، مش هي دي حقيقه الاسلام. قال لي يعني سميه ايه؟ قلت له سميه تسامح النبي. قال لي بس دي فكرة تانية. انتوا فاهمين انا عايز اقول ايه؟ ليه دايما بنتكلم ونلاقي كتب كتيرة في مكتبتنا الاسلامية بتتكلم عن قصة موت اصحاب الاخدود، وملاقيش كتب كتيرة بتتكلم على ذو القرنين والنجاح اللي عمله؟ ليه دايما عايزين ندور على قصص المظلومية؟ ليه بنشوف الانبياء من زاوية الانبياء المضطهدين، مش الأنبياء اللي أجادوا التعامل مع الناس اللي اضطهدوهم وحولوا أعدائهم إلى أصدقاء وأحباب؟ ليه عايشين في فكرة المظلومية والمؤامرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة أحد المسلمين انكسروا عند جبل أحد، خاف النبي إن هم يبدأ المسلمين يتشأموا ويرموا التبعة ويقولوا مش عايزين نروح عند جبل أحد، عشان كده قام قايل أحد جبل يحبنا ونحبه، عشان يعلمهم لا، ما تلميش أخطائك على الآخرين حتى لو كان جبل، حتى لو كان جماد، ذنبه إيه جبل أحد؟ لا، أحد جبل يحبنا ونحبه، ويقول أحد جبل من جبال الجنة، علشان يلغي من العقل خرافة إن المظلومية منعاني.
احنا في بيوتنا بنفكر كده؟ احنا اطفالنا بيطلعوا يقولوا كده، انا مظلوم في البيت اصل هم بيعاملوا اخويا احسن مني، ويفضل يمسك في الحكايه دي لغايه ما ابوه وامه يتعقدوا فيخافوا يزعلوه فيطلع ولد متدلع فيبوظ. احنا بنعمل كده في الشغل، انا مضطهد انا مضطهد. احنا تربينا كده في مساجدنا، انا مضطهد، دي ما تقومش امه. انما لا نعرفه ان القران عمل غير كده. لما تهزموا في احد ام قايل لهم اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا ليه يا رب حصل فينا كده؟ قل هو من عند انفسكم. قران واضح، ما تلومش الاخر، لوم نفسك. احنا هننجح لما احنا نكون عايزين ننجح. كلامي ده مش معناه ان مفيش مؤامرات. هو يا جماعه من يوم ما بدات البشريه، من يوم ما بدات قبائل قدام بعضها في تاريخ البشريه، لازم في ناس بتتامر على ناس، ده شيء منطقي. لكن لما تعيش جوه دايره الظلم والمظلوميه والمؤامرات والقاء المسؤوليه على شماعه الاخرين، ده معناها ايه؟ انك لا يمكن هتنجح، لا يمكن يحصل تجديد، رغم اعترافي بوجود مؤامرات على الاسلام، لكن لا يمكن يحصل تجديد الا لو قلت انا البطل، انا اللي هصنع مستقبلي بايدي. ساعتها ممكن تنجح، لا للمظلومية، لا لعقدة الاضطهاد، ولا هنقلد اليهود، ولا احنا يا مسلمين هنعيش في نفس جلباب اليهود. لا، لا للمظلومية شعار من أجل التجديد. شكرا، تعالوا نتابع بعد الفاصل. فكرة المظلومية، فكرة العيش جوه فكرة المؤامرة، فكرة إلقاء التبعية والخطأ على الآخرين عشان أنا ما يبقاش علي أي مسؤولية، فكرة تمنع من التجديد. ما ينفعش، لازم نتحمل مسؤولية، إحنا المسؤولين. إحنا لا نعمل ولا ننتج وما بنتطورش وما بنتقدمش، وبعدين بنقول أصل إحنا تحت مؤامرة ظلم على الإسلام والإسلام مضطهد. في مؤامرات في كل الدنيا، في مؤامرات، أنا ما بنكرش إن في مؤامرات على الإسلام، لكن في نفس الوقت أنت الفاعل. أقول لك من الآخر كده، المشكلة الحقيقية إيه؟ المشكلة الحقيقية مش إن إحنا مظلومين بجد، عارف المشكلة الحقيقية إيه؟ إن إحنا بنشتغلش، إن إحنا أمة غير منتجة، إن إحنا ربنا حط في أرضنا كل خيرات الدنيا بس إحنا ما بنعرفش نطلعها، وكسالة. المشكلة في الكسل. الكاميرا اللي بتصورني دي، والجاكيت اللي أنا لابسها دي، والمايك اللي محطوط لي ده، حاجات كتيرة من اللي موجودة حوالينا، والساعة اللي أنا لابسها، وي 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 من تراب أرضنا. الإزاز بتاع الكاميرا دي من تراب الصحراء الغربية، والحديد ده بتاعها من أرض الأردن، بعناهم بملاليم الدولارات، راحوا اليابان، رجعوا لنا كاميرات وموبايلات وأجهزة وآلات ومعدات بملايين الدولارات، عشان إحنا مش عايزين نشتغل، عشان احنا أمة كسلانة، كسلانة حتى في مناهج تعليمنا لأطفالنا. ما زالت أمل وعمر لغاية النهاردة، من ساعة ما أنا كنت في ابتدائي لغاية النهاردة مفيش، مش عايزين ننتج، مش عايزين نتعب. أنا درست الدكتوراه في جامعة ويلز، وأنا بدرس الدكتوراه كان لازم أشوف الغرب بيقول إيه على المسلمين، فبدأت أقرأ كتير هما بيقولوا علينا إيه، يعني بيقولوا إيه وهو بياخد منتجات من أرضنا، بيقول إيه نفسه؟ فلقيت إن هم بيقولوا دول ناس كسالة، القدر حط في أرضهم كل خيرات الدنيا، وبيدعوا إن هم اتخلقوا يعمروا الأرض في حين إن هم ما بيعمروش حاجة. كلام بيوجع مش كده؟ وطبعا مش موافقين عليه وهو ده مبرر، بس مش هو ده الموضوع. الموضوع إن إحنا لازم ننتج. المشكلة مش في الاضطهاد، الاضطهاد هيفضل موجود. بص الآية الجميلة قوي تقولك إيه؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. شوف، هو في قوة أكتر من الآية دي، هو في إعلان واضح أكتر من دي؟ إن تصبروا، مش الصبر الشخصي، صبر مجتمع عايز ينتج ويشتغل ويعمل. وتتقوا، علاقات اجتماعية وتعاون، مش كل واحد بيخبي البحث العلمي عن التاني. التقوى هنا تقوى اجتماعية. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. هل ممكن نتحرر من إلقاء الأخطاء على الآخرين، ونتفرغ إن إحنا إزاي نتعامل مع أنفسنا وإزاي ننجح أنفسنا؟ في قصة لطيفة جدا
قصة بتقول إن واحد مدير شركة جمع الموظفين بتوعه وقال لهم مبروك، مات الشخص اللي بيمنع نجاحكم. فكل الموظفين إيه؟ الشخص اللي هيمنع إن أنا أترقى وأنجح مات؟ فكله فرح الأول وبعدين إيه ده؟ هو مين اللي مات؟ مين الشخص اللي بيمنع نجاحي؟ فقال لهم بكرة هنتلقى العزاء وهنحط الكفن بتاعه في غرفة الاجتماعات في الشركة، وكلكم تخشوا تلقوا نظرة على الشخص الذي كان يمنع نجاحكم وحط ومات ووضع في الكفن. الموظفين كلهم لبسوا بقى بدل غامقة كده وجم تاني يوم وهم عايزين يشوفوا الشخص اللي بيمنع نجاحهم. دخلوا أوضة الاجتماعات، كفن محطوط فعلا، كل واحد يدخل يفتح الكفن يبص يلاقي ايه جوه الكفن؟ يلاقي مراية، لما يبص فيها يلاقي صورته ومكتوب الشخص الوحيد الذي يمنع نجاحك هو أنت. جامدة. الوحيد اللي يمنع أنك تنجح هو أنت. يبص يلاقي مراية، أنت الشخص الوحيد اللي يمنع نجاحك، موت اللي يمنع نجاحك وانجح. يا جماعة تحرروا بقى من عقدة الاضطهاد. المتدينين لو عايزين ننطلق للأمام بدنا إلى أفاق العالم رحمة للعالمين، لازم نتحرر من فكرة العالم ضد الإسلام والإسلام ضد العالم. ما يشتغلش، ما نتحركش. إذا نحن في صراع لا ينتهي، يبقى احنا طلعنا من عباءة محمد صلى الله عليه وسلم وظل حضارة محمد إلى حضارات أخرى قايمة على الصراع. أنت مع مين؟ تحرر من الاضطهاد وتذكر وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الاضطهاد موجود، المؤامرات موجودة، بس انت قادر على النجاح لو اشتغلت ونجحت. تعالوا نكمل بعد الفصل. خطورة فكرة انك تعيش جوه المظلومية، خطورة بالذات في الدين، انك تعيش اجيال من الشباب الاسلام مضطهد، الاسلام محارب، هناك مؤامرة مستمرة على الإسلام حتى لو كان صح. خطورة الحكاية دي إيه؟ إنك بتفرغ طاقة الشباب. يعني إيه؟ يعني مش هو ده الملعب الحقيقي اللي المفروض الشباب يشتغلوا عليه؟ المفروض طاقة الشباب تتحط فين؟ تتحط في ملعب الإنتاج والعمل والشغل على النفس وتنمية الذات لغاية ما ننجح. أنت بتوديهم في ملعب مزيف. أنت فاكر إنك بتدافع عن الإسلام؟ أنت خدتهم لملعب مزيف. الملعب ده هيستفرغ طاقتهم ومش هيعملوا حاجة، لأن فرق الصراع، لو دخلت في الصراع فرق الصراع رهيب، ومش هو الحل، ومش هو ده أبجديات محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أنت عملت مشكلة، أنت خدت طاقة الشباب ادخلوا في الصراع مع هذا اللي عامل عليكم المؤامرة. طب ما تقول له ادخل في الصراع مع نفسك لتنجح. أنت وديت الشباب في ملعب مزيف. شفت خطورة الفكرة إيه؟ ده مانع من موانع التجديد. طب الحل إيه؟ الحل نشتغل على نفسنا، على مستوى كل شاب على حدة، وعلى مستوى بلدنا كلها، على مستوى كل شاب على حدة. ازاي؟ بصوا يا شباب، احفظ معايا الفكرة دي وشوف الرسمة دي. الرسمة بتقول في دايرتين، دايرة داخلية صغيرة، دي دايرتك انت، ودايرة خارجية كبيرة، دي دايرة الظروف اللي بتضغط عليك. كويس؟ الدايرة الخارجية لو انت استسلمت ليها هتقعد شايف الاسهم دي، هتقعد الدايرة الخارجية تضغط عليك وانت تصغر 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 تصغر، اصل الظروف صعبة. طب الحل ايه؟ اعمل العكس، خلي الاسهم تطلع من عندك لبره. يعني ايه؟ مش دي دايرتك الداخلية، يلا طلع اسهم لبره، زق لبره، يلا كبر نفسك وزق لبره، زق الظروف لبره، زق الظروف لبره، زق لبره. ها، وسعت دايرتك. الظروف الخارجية هي هي، بس انت وسعت لنفسك. حلوة الفكرة؟ تعرف تعيش بيها بقى؟ يعني انا قلت لك نظريا. تاني، دايرتين، دايره جوه صغيره ده انت، ودايره كبيره الظروف المحيطه الصعبه القاسيه اللي بتضغط عليك. حاجه من الاتنين، يا تسيبها تضغط عليك وانت تفضل تصغر، يا انت توسع لنفسك. ازاي اوسع لنفسي؟ تروح تتعلم لك لغه، تروح تتعلم لك مهاره جديده، تتقن عملك، تعمل علاقات اجتماعيه كويسه عشان فلان يساعدك تترقى في الوظيفه، مش بالمحسوبيه يعني، لكن علشان يساعدك تتعرف على فلان فتنتقل لشغله جديده. يلا وسع لنفسك، وسع لنفسك، ووسع. يحصل ايه؟ الدايره الخارجيه مش هتتغير، هيفضل فيه ضغوطات عليك. انا ما بقولش هتتلغي الضغوطات،
بس انت وسعت لنفسك المساحة اللي بتتحرك فيها بعد ما كانت كده بقت كده. ايه رأيك في الفكرة دي؟ فكرة حلوة تعرف تعيش بيها؟ ساعتها مش هتتكلم عن الاضطهاد. عارفين دايما امتى بنتكلم عن الاضطهاد يا جماعة؟ لما بنبقى مغلوبين. عمرك وانت غالب ما بتتكلم عن الاضطهاد، عمرك وانت ناجح ما بتتكلم على الاضطهاد. ليه؟ لانك ما بتبص ساعتها للدائره الخارجيه، بتبص لدائرتك، لان الانسان يحب يقدر ذاته، يقول انا نجحت، انا وسعت لنفسي، انا عملت لنفسي دائره واسعه، انا رغم الظروف الخارجيه لكن قدرت اعمل كذا وكذا وكذا. بيركز على ذاته. او احنا بقى عايزين يا مسلمين نركز على ذاتنا، بدل ما نركز على الخناقه نركز على تطوير الذات. ايه رايكم في الفكره دي؟ بس الفكرة دي محتاجة إيه؟ عارفين محتاجة إيه؟ محتاجة إن المكتبة الإسلامية تتملي كتب انجح أنت، بدل ما هي مليانة كتب عن المؤامرة. محتاجة تتملي كتب. وهنا يجي يلا بقى متخصصين، الناس اللي في سن الثلاثين والأربعين، دايما أقول اللي ابتدوا معايا، أنتوا دلوقتي بقيتوا خبراء. فاكرين لما ابتدينا من 10 أو 15 سنة؟ أنتوا دلوقتي خبراء، عايزين كتب. كتب بتتكلم ركز على نفسك. عايزين كتب بتتكلم ازاي تسامح الانبياء مع الذين اضطهدوهم. عايزين كتب مش بلغي فكره المؤامره، مش بميع الموضوع، ما تفهمونيش غلط، لكن بركز على الملعب الحقيقي اللي يؤدي الى النجاح. الفكره اللي انا قلتها النهارده لا ادعي انها كلام نهائي، محتاجه تطوير، محتاجه نقد، محتاجه تعديل، محتاجه فكرتك على فكرتي، محتاجه ان احنا ندخل مع بعض الليله دي على هاشتاج تجديد، على موبايل ابليكيشن تجديد، على صفحتي على الفيسبوك وعلى تويتر، نتناقش ونقيم ونعدل. محتاجه شغل كتير عشان نوصل الافكار الجديده دي للشباب اللي هيوافق عليها بعد ما تتطور. ازاي ننشرها؟ عايزين بقى شباب بقى يطلعوا افكار ابداعيه ومتخصصين ونجاحات. محتاجين شغل كتير، محتاجين تطوير كتير. تعالوا نكمل مع بعض بكره ان شاء الله، واشوفكم الليله دي على هاشتاج تجديد. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله. عايزين تشوفوا فيديوهات اكتر؟ ادخلوا على قناتي على اليوتيوب، اعملوا سبسكرايب لقناة عمرو خالد على اليوتيوب وشوفوا فيديوهات اكتر.